الآن أنتم تشعروا بغير المسجد. نعم، لأن المسجد هنا يعني تشعر بقيمة المسجد لأن إعراضنا المسجد ترى ما ترى ما ترى، فإنه يسر ورجل قلبه معلق بمساوي قلب الله سبحانه وتعالى تجعلها عاملة بإذن الله. المكان الذي تتبع فيه على كرم الله معنى عبدنا الآن يتكلم عن السيارات وعن القرارات، يتكلم عن مرسي وكذا. يا رب من السياسة ترك السياسة أنا أقول على هذا صح، وأن مساجد الإيمان فلا تدعو مع الله أحد، تتكلم عن الدنيا عن السياسة عن سفر والأرض، تكلم عن ماذا أقرأ ماذا ندرس ماذا أخذ اليوم تريد أن تعرف القرآن يكون هذا السؤال. لو يدخل جارك الآن إلى المسجد ويروح عن من بالمسجد استقامة قرآن وذكر لله يقول هذا يتيم صح، أما أسمع كلام مرسي وكلام عن كلام طيب صح. فهل إذا خرج من المسجد تكلم جاء المسجد ما هو ولا يصح الجوال يعثير مع العاب على غير الرغبات ويبحث على الرسائل يمحيها لا شك والحضور وان المساجد لله لا يدعو مع الله احد فاجعل يعني هذا المسجد عامل باذن الله يوصي بعضنا البعض غير المجلس اجعل المجلس يعني عامل باذن الله تاتي الى الإمام تقول أريد أن أقرأ عليك القرآن تصح علي التلاوة، أريد أن نجتمع ونقرأ تفسير سورة مريم، نريد أن نصنع كذا، نريد أن نتعاون في القصة، نتعاون في كذا في توزيع القرآن، ننظف المسجد، كل واحد منا مسؤول بهذا المسجد، صح؟ هنا المسجد ليس حرب على الجمعية وعلى النوم، وأن المساجد والإنابة تدعو مع الله أحد. قبل الدعوة إنما يعبر مساجد الله من آمن بالله للمحافظ. عمارة المساجد عمارة إما حسية أو معنوية. عمارة حسية بالبناء والتشكيل والنظام والفرش. عمارة معنوية أن تجعل المسجد لله. ذكر قراءة القرآن، صلاة، تهجد، تراويح، دروس غيرها هذا المهم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في القرار، قرار المساجد، قرار السنن، قرار الأوساخ والأكل والشرب يعني مع المساجد لم تولد الأكل والشرب، أكل والشرب عام لا يشترى. أما نجعل المسجد مكان الأكل والشرب كأنه كافيتيريا صحيح؟ أو مرحى ما ممكن تقول الله صحيح أو نجعل المسجد مكان للرقص والطرب موسيقى تسمع في المساجد نعم أو ما يسمع البعض يعني من الرقص والتمايل هو هذا مسرح أخواننا لا بأس بالنوم في المسجد لكن ينام في المسجد تقام الصلاة ونام في الدرس نام نعم هذا معناه يعني اتخذ المسجد فضل على السلطة كان ينام في المسجد ويأكل لكن جاء منهم أبو هريرة وأبو هريرة من أكثر الصحابة رضي الله عنهم حفظ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعني يثبت لباب العلم وبالهم وفي غيره رحمة الله يا اخوان قد يطلع علينا بعض يا رب لا نجتمع المتفرقين قل هذا المتفرقين في الظاهر اذا متفرقين في الباطن يا اخوي اشرف قل هذا ما في ما ينبغي لأنه ما جرى يعني ممكن ما جرى من كلام السكران ناس يلعبون ويأكلون ويشربون نعم غيروا كذا لكن في أشياء
نزع عن المسلم انه ما ياخذ بها ولا يكون في مساجد بيوت الله سبحانه وتعالى. اخوانا الله في المساجد، المساجد هذه بيوت الله، ونحن بحاجه الى عماره المسجد خاصه بهذه العماره. انت تشعر الله انه كان شيء يعني فوق منك عندما تقرا وعندما ترجع تشعر كانك مسجد. ولو اسال كل هل كان هذا الشعور في بلاد الاسلام فيه او لا اكثر من اجل في هذه البلاد؟ الاولاد الان لا رب الاولاد عن محبه المساجد. نعم هذا على السبب، لا الوالد عندما ياتي المسجد لا بد ان يضرب ضرب الصغار، ما يصح ان يضرب الصغير الا من الولد وليصغر، ويكون الضرب يقصد به التعليم. الغالب ان يضرب ان يقصد به انتقام من نفسه، وان يقع من الصغير نقول ضرب عنه. كان تعرف ان بعض الصغار يسمع اشياء ما يدور انت كنت تسمعها ولا كنت تسمعها وكذا، وان يكون الضرب لمن يعرف الضرب عندنا صغير ابن سلمه هذا يكون هو واحد لا يعرف الله اصلا. فبهذه الطريقه ممكن، ويكون الضرب مقدار ضرب مبرم ما يتبع الوجه. نعم ولا يملك الصوت مثلا. نعم العبد يقع بالعصا ويحبه تكفير الشر. اذا سمع الصغير الى الصف الاول هل لا يرجع من الصف الاول؟ لا، على العكس إذا سبق إلى شيء فهو عقل. يؤتى الصبيان إلى المساجد يتعلموا الصلاة ليسمعوا كلام الله ليتعودوا على الصلاة. لكن قلنا إذا كان هذا الصغير له ضرر عنده، إذا كان لا يفضل قد يفسد على الناس أو يصيح أو يصنع، لا هذا نرجع فيه إلى وليه.